في بقى مثلا حاجات بيبقى فيها اكسده واختزال ذاتي، زي مثلا انا لما اسخن الفلزات الثقيله زي اكسيد الزئبق، ده هيديني زئبق واكسجين. طيب هل انا اقدر احسب الاكسده والاختزال؟ اقدر احسب، اقدر اقول للزئبق هنا بموجب اتنين والاكسجين بسالب اتنين، وهنا دول بصفر عشان عناصر. يبقى ايه اللي حصل للزئبق؟ اكتسب الالكترونات عشان الشحنه بتاعته قلت من موجب اتنين لصفر، يبقى ده اختزال. اكسجين فقد عشان شحنته زادت رياضه من سالب اتنين لصفر، يبقى ده حصل له عمليه ايه؟ اكسده. دي اكسده واختزال ذاتي. طيب هقول له ايه بقى؟ بص ده هو كده، انت دي عمليه ايه؟ دي اختزال. يبقى هو بيشتغل ايه؟ عامل مواكسه. طب الاكسجين حصل له عمليه ايه؟ اكسده. يبقى هو بيشتغل عامل ايه؟ يبقى لما يجي يقول لي ده هات لي العامل المواكسه، اقول له الزئبق الثنائي. مش عارف اقول له اكسيد الخرسين، لان اكسيد الخرسين بيشتغل شغلتين. يبقى هقول له ايون الزئبق الثنائي. طيب هات لي العامل المختزل، هقول له ايون الاكسجين. يبقى دي حصل للماده اكسده واختزال ايه؟ ذاتي كده مع بعضها، جزء منها اختزل الجزء الايه؟ لو انتم